أمر أبا يزيد الجرشي أن يدعو الله فدعا الله. ومن هنا قال الفقهاء في كتاب الاستسقاء: ويستحب التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين إيش؟ أي بدعائهم. ولو كان المقصود التوسل بذواتهم، لو كان المقصود التوسل بذواتهم أو بفضلهم ومكانتهم لما عدل الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول له مكانة عند الله، له مكانة عند الله وله جاه لا يزول هذا بموته عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لم يسألوا الله بجاه الرسول ولا بحق الرسول ولا بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعدلوا عن الرسول وهو أفضل الخلق، عدلوا عنه إلى المفضول وهو عمه العباس. لا شك أن الرسول أفضل من العباس ومن غيره، فلماذا عدلوا عن الفاضل إلى المفضول؟ إلا لأن الفاضل ميت، والميت لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الحي، يطلب منه المال، يطلب منه الدعاء، يطلب منه المساعدة، يطلب من الحي إذا كان قادرا وحاضرا يطلب منه المساعدة. وتعاونوا على البر والتقوى.